ولكن المرحلة الأجمل في أنا نقوله مكوينة أو لا بلاك بيب غوارديولا سود لك القلوب لأنه هو أدول لقب العزيز عليه فكنت من هالوداديين بقى يقولوا لي هذا لأن أنا تكلمت إن شاء الله النهار اللي يكون معنا نقولوا له هذا بلاك بيب لأن هو متيم متأثر بغوارديولا متأثر بمان سيتي من حقه شي حاجه زوينه تكون انك مأثر بواحد الانسان اللي مدرب لي مدرب اللي مطموح مدرب اللي كيجتهد مدرب اللي كيخدم فانا تقريبا ملي تعاقد الوداد مع 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 ولا قبل فكنت كنتصنت بزاف عبد المنعم بطويل وكيتكلم عليه باسهاب مدرب اللي تيحب اللاعبين مدرب اللي عنده ثقافه ديال داكشي اللي قال جمع الشمل السي بطويل يعني مدرب يعني يتكلم انا صراحه انا تقريبا من اللي تعطات اشارات بان مكونه ربما يكون في الوداد فتعرف كتبحث تتقلب على انا كيعجبني صراحه داك المدرب كيكون قريب من اللعابه التواصل وي بالفعل يميل الى بطويل قال لك كيتصل بين العائله ديالنا اللي ديطاي ديال اللعابه كامل الناخب الوطني ديالنا وليد الركراكي تقريبا في شي حوايج قرابين فجا الوداد كيفاش واحد الجروب فجا المنتخب لقى الجروب وي بالفعل وهذا اللي تحسب المكونه ولا بلاك بيب هذه خصها هذه ولات من المتطلبات ديال المدربين ديالنا وي بالفعل انا اشوف اخويا ابراهيم ما شاف كره القدم في اي حاجه العائله مع وليداتك فكذلك تواصل مهم في العمل ديالك ما كنتيش كنتي مزموت وداخل سوق راسك انت راك داخل سوق راسك بهذه العباره ما شات تقارك بهذه العباره ولكن خصك تكون سوسيال وخاصه كره القدم كرة القدم راه لعبة جماعية ماشي لعبة فردية كاين فرق ما بين الاحترام والعزلة باش العزلة هذيك بوحدك العزلة مي انك تكون سوسيال وهذه حتى على مستوى اللاعبين اليوم انت كمدرب ولا كمدربين ملي كتشوف لعاب اللي معزول انطوائي كتمشي تهضر معاه وهذه علاش لكن الانطوائي ديالو ما غتنفعوش لا هو لا الفرقة